ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ هقول لكم النهارده ريفيو عن الكولد برو اللي جربتها، كل انواع القهوه اللي جربتها. الكولد برو الاول هو نوع من القهوه كده بيخمروه مده 12 ساعه او 24 ساعه. هو سهل يتعمل في البيت، وكل حد ممكن يعمله على ذوقه، يعني بنوع القهوه اللي بيحبه او درجة البترنس أو المرارة اللي بيحبها. ممكن تعملوه برضو، يعني مش عارفة أقولكوا ازاي، بس يبقى مكثف يعني، أو تقيل، أو المية فيه قليلة والقهوة أكتر. يعني ممكن كل واحد يقدر يعمله بالطريقة اللي هو حاببها أو بالطعم اللي هو حبه. بس النهاردة الريفيو عن أنواع أنا جربتها جاهزة، وهقولكوا ايه أكتر حاجة عجبتني فيهم. اول حاجه التويستد، هو على الانستغرام، ليهم اكاونت على الانستغرام، مش مشهورين بالقهوه بس، هم كمان عندهم حاجات كتير، عندهم ديزرت وحاجات كده. بس القهوه بتاعتهم بصراحه لقيت عليها ريفيوز حلوه كتير، بس جبت من عندهم الوايت كوفي. دي بتبقى قهوه يعني كولد برو برضو، بس عليها لبن. بصوا هنا، مش عارفه واضح ولا ايه، هحاول كده اخليها لكم تبقى فوكس. بصوا كوفي وميلك ومكابين كيرن تايم. القهوه بتشتروها ليها وقت معين او ليها درجه، يعني تاريخ صلاحيه، ما بتبقاش اكتر تقريبا من 7 ايام. دي اللي بعملها في البيت، ما بزودش عن ان هي تفضل عندي 7 ايام. من بره برضو فيه بيبقى 7 ايام، ممكن يبقى اقل كمان، بس هما هنا اسبوع بالظبط. بيكبر لكم طبعا عليها تاريخ صلاحيتها. انا ما رميتش الازايز اللي عندي مؤخرا يعني عشان اعمل لكم الفيديو ده. الكوفي بتاعتهم كانت تحفه جد، كانت حلوه جدا 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 وقويه جدا، وطعم القهوه باين قوي. هي دي الوحيده اللي انا اشتريت منهم، النوع الوايت ده اللي فيه لبن. الباقي كله كنت بجيبه قهوة بس بتاعتهم بصراحة تحفة قوية جدا. على فكرة القهوة دي الناس اللي ضغطها بيعلى او ضربات قلبها بتزيد مثلا من الكافيين او كده، مش المفروض تشربها، او على الاقل تبقى بكميات قليلة جدا، لان هي بصراحة يعني بتعلي الضغط والكمية منها. يعني ازازة زي دي مثلا لو شربتوها في يوم واحد هتبقى صعبة وتقيلة جدا، بتعمل مثلا صداع نصفي لو حد ضغطه بيعلى من الكافيين، بتزود ضربات القلب كده يعني. فبلاش تشربوها مثلا ازازة كاملة زي دي، بتبقى عادة 200 ملي. بلاش لو انتوا مش بتستحملوا الكافيين كتير. انا ضغطي بيوطى فما بشربها بصراحة، بتبقى يعني بالنسبة لي كويسة جدا، بتبقى بتظبطهولي اصلا. وبرضو مش دايما بشرب ازازة كاملة في اليوم، ممكن اخد نصها مثلا. بس مش عايزة الفيديو يبقى طويل قوي. فتويست ده حلو جدا، مجربتش من عندهم غير الوايت، بس كانت فظيعة بصراحة، حلوة قوي. دي برضو وايت. تاني نوع هو سيفن فورشنز، بتاعت سيفن فورشنز. هحاول برضو اخليلكوا فوكس. ده شكل الازازة بتاعتهم، حلوة قوي قوي قوي. انا كنت جايبة القهوة بس، يعني كانت كولد برو. عندهم برضو سبانيش لاتيه طعمه تحفة، والقهوة برضو قوية فيه جدا. حبيته قوي بصراحة، وهو ده اكتر واحد انا هجيبه تاني بعد كده، يعني ده اكتر نوع. هو واحد تاني برضو اقولكوا عليه دلوقتي، دول اكتر اتنين عجبوني. تويستد هجرب من عندهم طبعا الكولد برو، بس مش هجيب الوايت تاني، لاني بحس كولد برو هتبقى يعني للناس اللي بتزود لبن ماشي، للناس اللي بتحب تشربها من غير لبن برضو هتنفع. فما اعتقدش ان انا هجيب الوايت تاني. دي كانت من سكند كاب، كانت حلوة قوي برضو، عجبتني جدا، بس ما كانتش قوية قوي زي بتاعت سيفن فورشنز وزي اسبريسو لاب. ده النوع التاني اللي كنت بقولكوا عليه عجبني قوي، بس مش معايا الازازة بتاعتها دلوقتي. اسبريسو لاب بقى من عنده الاسبانيش لاتيه تحفة، الكولد برو برضو حلوة جدا جدا. هي و سيفن فورشنز اكتر اتنين عجبوني بصراحة. سكند كوب برضو جميلة جدا، بس ما حسيتهاش قوية قوي زي الاتنين التانيين.
اكتر واحده بقى ما عجبتنيش بصراحه هي فاسكو ده. انا كنت اول مره اشرب اصلا، اجربه واشرب من عنده اي حاجه. شربت من هناك سبانيش لاتيه من المكان نفسه، كانت وحشه جدا بصراحه. كانت ايس وما عجبتنيش خالص. وجبت بقى كمان الكولد برو دي الدهان يعني قال ان هي كويسه جدا وهتعجبني قوي، بس للاسف ما عجبتنيش خالص. بصوا حتى شكل الازازه مش لطيف قوي، الغطا بتاعها كمان مش زي التانيين بصراحه، ما عجبتنيش خالص. كانت لونها فاتح، و هو ده ملوش علاقه يعني بقوه القهوه، بس لونها كمان كان بايخ كده، ما عجبنيش خالص. والازازه شكلها كان رديء يعني شويه، وطعم القهوة ما كانش احسن حاجة خالص. انا حسيت اصلا ان هي تاني مرة شربته فيها ما حسيتش انه زي اول مرة، مع ان ما كانش عدى وقت تاريخ الصلاحية بتاعتها يعني. كانت شربتها اليوم اللي بعده على طول، ما لقيتهاش زي اول مرة خالص، فبصراحة عمري ما هجيبها تاني. كان فيها كمان كده افتر تيست كده مش لطيف، طعم غريب مش عارف، فبصراحة دي ما عجبتنيش. هو في الاول في الاخر القهوة بالذات اذواق، ممكن انا ما تبقاش عجبتني دي تعجبكم انتوا، بس يعني انا حاسه ان ده لا مش هجربها تاني اكيد. بس انا قلت اقول لكم رايي فيهم، عشان بصراحه كان نفسي الاقي ريفيو زي ده على اليوتيوب، لاني اول ما ابتديت اجرب الكولد برو كنت حابه ان انا افهم عنها اكتر، او اشوف ايه الانواع الكويسه، او اجيب منين نوع كويس. فعشان كده لما جربت كذا نوع حبيت اعمل لكم الريفيو ده، يمكن يفيدكم يعني لو انتوا بتحبوا القهوه. بس كده 7 فورشنز واسبريسو لاب اكتر مكانين عجبوني. في برضو حد جربت منه كمان بس مش فاكره بصراحه كان اسمه ايه، او مش فاكره ايه هو المكان. المهم ان انا لو جربت اماكن تانية اكيد هقول لكم. يا رب ما بقاش طولت عليكم ويبقى الفيديو فاتكم، وهعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني يعني ازاي نعمل الكولد برو اصلا في البيت. بس كده، باي باي.